احنا اليوم كنتواجدوا في هذا الفضاء كنحتفلوا بتخرج الدفعه 16 خريجينا هذه المؤسسه اللي كتنتمي لمجموعه مدارس مياج اللي كاينه في مجموعه ديال المدن. عندنا 12 سنتر على صعيد المغربي اللي مفرقه على 10 المدن. الحمد لله السمعه الطيبه اللي عندنا والثقه اللي كيديروا فينا الشركات. الرساله اللي غنوجهها للخريجين ديالي، انا كنعتبرهم ابنائي، فبالتالي كنقول لهم ما يحبسوش التكوين، يعني هذه الشهاده اللي غنعطيهم اليوم هي كانت يعتبروها ورقه او نقدر نقول لك فيزا باش يدخلوا بها لعالم الشغل، ولكن التطور ديالهم كامل ما يحبسوش فيها، ولكن طبعا يكملوا المسار ديالهم التكويني، وما عمر لا فورماسيون كتبقى، لا فورماسيون كتبقى طول الوقت. صراحة الله كان عا واحد العام اللي استفدنا منه الشيء الكثير وعاد علينا بالنفع، خاصة أنا في الدومين ديالي في العمل ديالي اللي هو مسؤول في قطاع النقل واللوجيستيك، فكانوا دي زانفورماسيون اللي هما كثار اللي استفدنا منهم مع صراحة الله مع أساتذة اللي مدونا وعطونا الشيء الكثير طيلة هذه السنة هذه، لا إداريين ولا أساتذة. وكنشكرهم الشكر الجزيل من هذا المنبر ديالكم، من المنبر ديال طنجاوي. اللي كنبغي نقول هو اننا غنزيدوا نستمروا في هذه المدرسه هذه. تلبيه لدعوات المؤسسه ديال مياج، حضرنا اليوم في هذا الحفل ديال التخرج ديال الدفعه 16، وهي مناسبه للقاء يعني مجموعه مسؤولين في القطاع الخاص ومقاولات، هي مناسبة للتواصل معهم كذلك ولتحفيز الخريجين اللي إن شاء الله سيكونوا دعم أساسية للقطاع الخاص للمقاولات اللي هي طبعا طنجة ولا جهة ديالنا معروفة بتنوع ديال المناطق الصناعية اللي هي مهمة إن شاء الله، وهاد الخريجين يكون واحد دعامة لأن احنا محتاجين موارد بشرية مؤهلة. وطبعا هذه المدرسة وهذه المؤسسة يتشغل على تكويني وتأطيري وتقوية القدرات ديال هاد الخريجين اللي ان شاء الله يشتغلوا في القطاع الخاص. احنا كيف ما قلت ما علينا الا نحفزوا وندعموا هاد الكفاءات ان شاء الله اللي تيكونوا دعامة وغيكونوا قوة ان شاء الله في تطوير المنظومة الاقتصادية ديالنا ان شاء الله في بلادنا. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.